طلابي الأعزاء في الصف التاسع، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. أهلا وسهلا بكم في حصة جديدة من حصص اللغة العربية. ما زلنا يا تاسع في الوحدة الثانية التي تحمل عنوان فلسطين في القلب، ونص النص الشعري بعد الفراق. اليوم إن شاء الله سنقوم بمناقشة المعجم والدلالة والفهم والتحليل لهذا النص، فلنبدأ سويا. والآن يا تاسع ننتقل إلى أسئلة المعجم والدلالة صفحة 14. بداية ننتقل إلى السؤال الثالث، ما جذر الكلمات الآتية؟ ما جذر الكلمات الآتية؟ الأحباب، من يعطيني جذر هذه الكلمة؟ ليان، أحسنتي حبة أو حببة. احتساب، أحسنتم. حسبة. والمستعمر، عملة. أحسنتم. إذن الأحباب حبة، ممكن أن نفك التضعيف فتصبح حببة. احتساب، حسبة. والمستعمل، عمرة. هنا جذر ثلاثي، أي أصل هذه الكلمات. نتابع السؤال الرابع. فرق في المعنى بين كل زوجين من الكلمات التي تحتهما خط فيما يأتي. نبدأ. يا فلسطين لا تراعي، فإنا لم نزل في الدنا نخوض العبابة. ما معنى هنا تراعي؟ وأيضا عليك أن تراعي ظروف الآخرين. هيا دعونا نفرق في المعنى. تفضل زكريا. أحسنت، لا تراعي بمعنى لا تهتمي، أما أن تراعي بمعنى تقدر وتحترم وتأخذ بعين الاعتبار. أحسنتم. با، ينجلي الظلم والظلام إذا ما التهب الشعب في النضال التهابا. التهبت أذني فذهبت إلى الطبيب. هيا نفرق بالمعنى. تفضل محمد. أحسنت، التهب بمعنى غضبة، والتهبت بمعنى أصابها مرض وورمت. أحسنتم. جيم، هذه دارنا جبلنا ثراها بالدم الحر فاستحال ملابا، واستحال على أخي الحضور اليوم لأن الطائرة تأجلت رحلتها. هيا في البيت الشعري، استحال بمعنى صار. أحسنتم. أما استحال على أخي، أحسنتم، بمعنى تعذر، أي لا يمكن القيام به. أحسنتم. والآن يا تاسع دعونا ننتقل إلى أسئلة الفهم والتحليل صفحة 15، فلنبدأ سويا. السؤال الأول، ما السؤال الذي لا يستطيع الشاعر الإجابة عنه؟ تفضل إبراهيم. أحسنت، السؤال هو كيف تبكي أيها الشاعر ديارك وأحبابك؟ أحسنتم. نتابع السؤال الثاني، على ما يدل عدم قدرة الشاعر على الإجابة عن السؤال في رأيك؟ هيا تفضلي لين. رائع، يدل على شدة حزنه مما فعله اليهود في أرض فلسطين وفي شعب فلسطين. أحسنتي. نتابع. تابع أحمد، ماذا يحدث للشاعر كلما ذكرت فلسطين أمامه؟ هيا. أحسنت، كلما ذكرت فلسطين أمامه يخفق قلبه ويكتب شعرا يعبر فيه عن حنينه ومحبته لوطنه فلسطين. أحسنتم. ننتقل إلى السؤال الرابع. تفضل طايل، كيف عبر الشاعر عن حبه وانتمائه لفلسطين؟ تفضل. أحسنت، عبر عن ذلك بمعان مختلفة، ومنها أنه مهما ابتعد عنها فإنه يظل ينسب إليها. أحسنت. تابعي نتالي، ما نتيجة البعد عن فلسطين كما بين الشاعر في البيت الرابع؟ تفضلي نتالي، ما نتيجة ذلك؟ أحسنتي، نتيجة البعد عن فلسطين أنه يزداد حبا وحنينا وشوقا لها. أحسنتي. السؤال الخامس، تفضلي آية، عفوا السؤال السادس، كيف طمأن الشاعر فلسطين؟ تفضلي. أحسنتي، طمأنها وقال لها لا تهتمي، لأن الشعب ما زال يناضل ويقاوم بكل الوسائل المتاحة له. أحسنتم. ننتقل إلى السؤال السابع. يقول السؤال السابع، تساند الشعوب العربية فلسطين في نضالها وكفاحها، أين ورد هذا المعنى في القصيدة؟ هيا تفضلي شاد. أحسنتي، ورد هذا المعنى في البيت السادس حينما قال الشاعر، معنا في نضالنا كل شعب
عربي يرى الحياة غلابة. أحسنت، ننتقل إلى السؤال الثامن. ذكر الشاعر الطريقة التي يزول فيها الظلم عن فلسطين، بينها. تفضل يزيد. أحسنت، الطريقة هي أن يغضب الشعب ويثور من أجل تحرير الأرض والإنسان، فما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. أحسنتم. ننتقل إلى السؤال التاسع. يبدو الشاعر متفائلا، دلل على ذلك من القصيدة. هيا، من يدلل؟ أحسنتم. يتفائل الشاعر بالتحرير والنصر، ونرى ذلك في البيت الثامن حينما قال الشاعر: ويطل الفجر الحبيب ضحوكا ويضيء الدروب والألباب. أحسنتم. ننتقل إلى السؤال العاشر. يقول هذا السؤال: أذكر ثلاثة أمور يفخر بها الشاعر وردت في القصيدة. هيا، من يجيب عن هذا السؤال؟ تفضل ليث. أحسنت، من الأمور التي يفتخر بها الشاعر أو يفخر بها الشاعر: انتسابه إلى فلسطين، وقوف الشعوب العربية إلى جانب شعبه، وإن شعبه قد عطر الميادين وملأها أمجادا وبطولات. أحسنتم. نتابع السؤال الحادي عشر. في هذا السؤال أشار الشاعر في البيت الأخير إلى المقاومة، بين ذلك. من يبين ذلك؟ هيا يا محمد. أحسنت، بأن شعبه صنع الأمجاد والبطولات والتضحيات في ساحات البطولة وأعجز المستعمرين ببطولاتهم. أحسنتم. السؤال الثاني عشر. أكثر الشاعر من ذكر المكان، أذكر أمثلة على هذا. من يعطيني أمثلة على هذا؟ من يعطيني أمثلة؟ أحسنتم، من الأماكن التي ذكرها الشاعر الديار وفلسطين وأرض والدروب والميادين. أحسنتم، إذن ذكر الشاعر الديار وفلسطين والأرض والدروب والميادين. ما دللت ذلك في رأيك، أو ما دللت هذا في رأيك؟ هيا، من يجيب؟ تفضل إبراهيم. رائع، تدل هذه الأماكن على مدى تعلق الشاعر بأرضه ووطنه. أحسنتم. إلى هنا يا تاسع نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحصة. ما عليكم إلا أن تقوموا بنقل هذه الأسئلة في دفتر المهارات بخط واضح ومرتب. شاكر لكم حسن التعاون. في أمان الله.